صياطة سمكة بسيطة تدبق يا وسيم. انت ما بخصك، روح على بيتك. عيب يا وسيم. بابا شو عيني؟ شو في وسيم؟ ضربنا وشحتنا من قدام بيتنا. يا بابا كم مرة صرت قايل لك هودي ولاد زعران ما تلعبي معهم؟ شو رايحة تعملي عندهم؟ هودي الولاد ما لازم تتعاطي معهم ابدا. شو يا عنطر عبس؟ الهيئة موسع اشغالك. حول حول، ارتاح من ضيفك فنجان قهوة. لا ما تقلي انك انت كمان من الغضبانين علي. عمال معروف رستم افندي، ما تحكي معي ولا تتعاطى معي. واللي بيغضب من الظالم وبيهرب منه مش عيب. انا ظالم؟ انت اكتر من ظالم، انت واحد اناني وبلا ضمير. لا ما بيسوى تحمق وتزعل مني، لانه يمكن بكره تعوزني. انا قررت اني ساعد الناس على السفر، الناس اللي بيقدروا يسافروا. قول انت مش خارج سفر، صرت خارج. فكر لك رقبتك، ولولا العيب لك انت كسرت هالعصا على راسك وفرجيتك انا خارج. شو منك شايف انك عم تتهجم علي وعم بتطول لسانك بحقي شوي زياده عن اللزوم؟ انا بعتقد انه حضرتك عم تتلقمن زياده عن اللزوم اليوم. عمول معروف فرقني وما تخليني بالايدي فيك اليوم. اي ايد؟ الشمال ولا اليمين؟ اي بابا بابا انت شو هتكسر ايديك يا وسيم؟ شو شلية؟ هلا افرجيكم يا ولاد الكلب. يا شو شلية؟ هلا افرجيكم. شو شلية؟ شو شلية؟ يا شو شلية؟ لا وسيم بدي كسر لك اياهم لهاليدين. يلا مشوا قدامي. يلا يلا. شو قصتك يا فندم؟ شو هذا؟ اركدي يا شوشلية، جيبي دواء احمر، شاش قط، نشوفوا شو بتعملي لي عجلي. ايه بس فهمني من شو هذا؟ لك بعدك وقف اركدي. والله 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 يا حبيب جوز امان، دقيقة عن خليتك بهالضيعة الله يخليني. وهذا القط الصغير ابنك إذا ما بكسر له رجله ما بيكون اسمي رستم. جلد جلد يا فندم. ليك يا شوشلية، خير من اليوم وطالع، شو ما أعمل ما تلوميني، أنا خلاص فقدت عقلي. هلا فهمني يا أفندي، أنت ومين عليت؟ أنا ومين؟ أنا وهالقلعوط ابن الكلاب حبيب، وابنه هالصغير الكلب. والله والله إذا خليتهم بهالضيعة، الله لا يخليني. يا أفندي شو السبب؟ شو السبب حتى تخنقته؟ ليش أنا خنقته؟ ما هو اللي خنقني، عمل علي قبضاي، بلش ينتخي، ما خلى إهانة إلا ما لزق فيي، وفوق الدكة بيقوم ابنه هالقلعوط الصغير بلم حجر وبسفقني فيه على راسي. يعني هيك اجى لعندك حتى يعمل مشكل؟ هيك من الباب للطاقة؟ كانوا مارقين من هون، ابنه شاف ليلى بيقوم بيتفشها وبشحطها من قدام الباب، عجبك هيك؟ معلش معلش بسيطة، طول بالك يا أخي. ما في طولة بال من اليوم وطالع، وحياة هالشمس الشارقة، وبنتي ومين طعمني إياها؟ إذا هالقلعوط الصغير ما بكسر له إجري ما بيكون اسمي رستم. يا الله على هالولاد كيف بيعملوا مشاكل لأهلهم. ليش بيو القلعوط الكبير أحسن منه؟ ما هو أسوأ منه، شو قلنا له؟ عم قل له تفضل نسقيك فنجان قهوة، تفضل ارتاح. صار ينتخي ويقد مراجل ويكنفش علي مثل الطاووس. بسيطة بسيطة، طول بالك يا أفندي، بسيطة. نتدبر نتدبر. ليش تأخرتوا هالقد؟ شغلتولي بالك. فقعتلي قرصة بحجرة فدختله راسه ونزل منه الدم. عجبك الصغير شو عميل؟ لا يا حبيب عم تضحك له؟ هون الحق على رستم لشي خير بي، لهالسبب تصرف هيك وسيم. طيب طيب خلاص، روحوا لعند عمكم عبدالله قلولو يجي لهون. عجبك الصغير؟ دخلك شو بدك فيه لعمي عبدالله؟ خلي يجي لهون نتعشى نحن وياه. ها وامي وين؟ راحت عبيت شوشلية تشوف كاملة مرت غالب، واخدت نبيلة معها. شو هالوسيم هيدا؟
يا حبيب الله يرضى عليك، ما تخلي ابنك يتصرف هيك، عيب وانت ما تضحك له. ايه الله الله يا دنيا، صار ابني الصغير بده يدافع عني، ما عاد حتى نافع اني دافع عن حالي. بس وحياتك يا امل، اذا بعد بده يتطول علي رستو ما في غير اخذ هالبارودي وحط له شي رصاصه براسه. هلا روق، ما حدا رح يتطول عليك، واذا حدا تطول عليك انا بقوسه. دخلك ليش وسيم ضرب رستم بالحجر؟ وليش رستم خانقك اصلا؟ الله وكيلك، جايين عن النهر مرقنا قدام بيت رستم. ركضت ليلى بنت رستم تسال وسيم اذا صيدنا سمك او سلينا تبوق. وسيم بتعرفي ما بطيقها، قال لها ما بخصك ودفشها. صارت تبكي، راحت لعند بي عم تبكي وبيشرف لك خواجة رستم مثل الزير سالم وما خلى ولا بقى. توقفت انا وياه بالحكي، قام وسيم وشبقه بالحجر. يلا فوتوا. شو القصه يا جماعه؟ ضيعه كلها مطموره بهالخبريه. انا جاي سالت الاولاد ما كانوا يقولوا لي. شو القصه يا عمي عبد الله؟ دخيل عينك ما تضحك، انا ما بدي تشجعوا الاولاد على المشاكل، وانت بتعرف رستم اكثر من كل الناس. كل الضيعه عم تضحك عليه ومبسوطين من هالحجر اللي اكله، ولكن يستاهل. دخيلك هيدا انسان حقود وما بينام عضايم. شو يسترجي ساعتها يقرب صوبكن او يعمل شيء؟ انا هيدا الختيار واللي بعمري ما اذيت حدا. ايه ساعتها بخلص من رستم ومن شر رستم وبريح الضيعه منه. عمي عبد الله انت عم تحكي هيك؟ ايه وشو يعني؟ نتركه يتمرجل علينا ويكبر راس وما نعمل له شيء؟ يا حبيبي يا عمي عبد الله بترجاكم، نحن بلا مشاكل وحياتنا تعتير، المشاكل ما بتجيب الا وجع الراس. ليك يا بنتي، الانسان اوقات بتواجهه مشاكل صغيره بدل ما يحلها بيتهرب منها وبيتركها، بتصير هالمشاكل تكبر وتكبر وتكبر وتتراكم، بعدين بيجي تيحلها ما بيعود يقدر لأنه المشاكل بتصير أكبر منه. ورستم أفندي هيك، إذا كلنا بالضيعة هاي ونحن معهم ما تصدينا له وقفنا بوجهه وردعناه ما بعد حدا يقدر يهدي. ساعتها مثل ما فلان وفلان وفلان عم بيسافروا من تحت راسه، بنصير نحن كمان مضطرين نترك هالضيعة ونهاجر. يعني إذا كلنا تركنا الضيعة معقول يعيش لوحده؟